بعد قليل سألقي عليكم خطابا مؤثرا. متشكر. ايه يا جماعة؟ إيه خلاص كفاية تأثير وعياط كفاية. أنا أصلا كمان متأثر من قبل ما أقول الخطاب. أحبائي، أعزائي، محبيني ومؤيديني ومؤيديني برضو، مفيش معارضيني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا طلعت النهاردة علشان أقول لكم إن أول امبارح من يومين كان في أحداث أنا ما أعرفش عنها أي حاجة، أقصد أية حاجة، وتسببت إن في ناس سألوني وقالوا لي أنت إزاي ما طلعتش؟ قلت لهم إزاي؟ ده أنا طالع فيها من يومي. راح داخل سواق عليا وقال لي لو سمحت أنا كنت ماشي وبرفرف وجالي انعواك في الرفرف. قلت أدخل أنام وأريح شوية، لأن الكلام عن مدينة الحرفيين بيجيب لي صداع بصراحة. المهم لما بدأ العيال السيس يعملوا المؤامرات الدنيئة، بدأت في اللحظة دي أتأكد إن تصفيات كأس العالم والمؤهلة قصدي المؤهلة للبرازيل مش هيلاقوا لها سبونسر. ليه؟ لأن الإعلام الفاشل صور الناس إن مسلسلات التركي أفضل من الأفلام الهندي. المهم قعدت على السفرة ولميت الناس اللي معايا، وفوجئت إن الطبق اللي قصادي قصدي اللي قصادي قصدي الطبق اللي قصاد التشكيل ايه؟ الطبق اللي قصادي فيه فراخ مشويه، والطبق اللي قصاد زميلي فيه بفتيك. حبيت اخرج من الموقف ده، لقيت الاولاد بيلعبوا بلاي ستيشن، رحت ماسك الجويستيك التشكيل صح بتاع الجويستيك ده، بقولها صح يعني؟ طيب كويس الحمد لله. المهم راحوا الاولاد حاضنين بعض بحب وباسوا بعض، ولقيتهم جايبين لي ازازه ميه، رحت حاضنهم ورحنا خارجين كلنا سويا من عنق الزجاجه. اللي مش مهم، حفظ الله مصر وشعبها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا بصراحة مش فاهم أي حاجة من الخطاب اللي أنا قلته ده، بس أكيد في ناس من مؤيديني هيقولوا لكم إن الخطاب مفهوم، واللي مش هيفهم هيفهموه. يلا بقى تسقيف وعياط، يلا اتأثروا، خطابي مؤثر. تعالوا يا ولاد، تعالوا خدوا الميكروفون والحاجة دي ودوها لأم أيمن. ها يلا تعرف تشيل كويس؟ توصل سليمة لأم أيمن، يلا سلموا لي عليها.